السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعنا لكم بعض انقطاع بسيط كذا شوية، ورجعنا الآن نكمل تجارب السيارات. معنا اليوم الفورد الإكسبيديشن التيمبرلاين. حنديكم، ما حشرح السيارة بتفصيلها بممل كامل، شرحت لكم قبل كذا أكثر من مرة، لكن حنتكلم على إيش الله يسعدكم اليوم. حنتكلم على التعديلات والتحديثات اللي تخص التيمبرلاين، ليش او مين زبون التيمبرلاين ومين منافسين التيمبرلاين. طبعا انا كم واحد قال لك نضحك يقول تيمبرليك تيمبرليك ده المغني الله يسعدك، هذا اسمه تيمبرلاين، ف خط الغابات او خط نزح حق الغابات او بدايه الغابات. فخليكم معنا اليوم على التيمبرلاين ونشوف كيف اداء السياره. بصراحه انا معجب فيها، في شويه تحديثات لطيفه، في شيء عمليه، وخليكم اليوم نشرح لكم على السياره معنا بالتفصيل السريع الممل. اي معلومات اضافيه اللي حابب يشوف مقارنه اسعار سيارات، فحابب اشكركم لكل من زار موقع ريبين درايف في كل اتجاه، حتى طلبات تجارب السيارات او عروض السيارات بنبعثها للشركات حسب طلب كل مستهلك ورغبته، فكلها بتجينا عن طريق الموقع. في اللي حابب يدخل الموقع يسجل في الموقع او يحط اي طلبات في الموقع على هذا الخشم على هذا الراس، تمر امر واحنا في الخدمه معكم. تحديثات طبعا الاكسبيديشن اخذ، خلينا ناخذ رجع خطوه لورا قبل ما ندخل في التحديثات. الاكسبيديشن دخل على خط 6 سلندر توين تورو مقارنه مثلا بباقي المنافسين، اذا تكلمنا على جي ام سي وشيفروليه 8 سلندر 6200 سي سي او 5300 وتنفس طبيعي. فهنا الفلسفه دخلوا على توين تورو 10 سرعات، بامانه 440 حصان توين تورو والعزم 600 كسور نيوتن متر، رائع جدا على السياره هذه، وبديها فزه خصوصا لما تشال التربوات، ما شاء الله بدي اداء رائع. طيب بما انه تكلمنا عن حكايه التوربوس، عندنا 440 حصان، السياره هذه مخصصه مين منافسينها؟ عندكم الشيفروليه جي ام سي الاي تي 4 دوبي مجرب السيلفرادو زد زد ار 2، عندكم الله يسعدكم السكويا في امريكا، وعندنا طبعا اللي مسمينها الارمادا اللي هي نيسان البادرول. طيب ممتاز يا حسن، ليش اخذ التيمبرلاين؟ يا جماعه الخير، يبغى فورد اف 150 اللي هو نيت 150، ويطلع ببر وطعوس، ويبغى سياره مقتدره شويه اكثر في عمليه البر والطعوس، ويبغاها صف ثالث ما يبغاها هونيت، وهذه سيارتك من شركه فورد. فاللي حابب الفورد الاف 150 واحد من احسن، خصوصا الرابتر، بصراحه الرابتر انا رفع له قبعه يعني، والجراند واجونير، جراند واجونير الجديد اللي نازله من شركه جيب برضو تدخل على نفس الفئه هذه. طيب التحديثات، إذا خلينا نقول بسم الله، الراديتر تبريد مائي أقوى، هاي بيرفورمانس أو هيفي ديوتي التبريد حق الراديتر عندنا هنا. المحرك ما شاء الله مفاعل نووي صغير، 440 حصان 6 سلندر 3500 سي سي توين توربو، وعندنا طبعا باين ما شاء الله كمية المدخل حق الهواء شفط هواء بلا هواء للتوربوهات، وعندنا الراديتر أكبر تبريد مائي. طيب خلصنا حكاية الراديتر الهيفي ديوتي او الاقوى، الاداء الاعلى الشاق، تبريد الماء افضل للتبريد. عندنا تشوف حتى اللمبات عجبتني، عامل شكل سي بس مقلوبة بالانجليزي. اذا حبينا ننزل تحت شوية، نفس التصفيح اللي تحت السيارة اللي جاي من الفورد الاف 150 الونيت بالهوكس، فالتصفيح ما شاء الله جاي، وعاملين فيه كمان فتحات تبريد، فشوية تبريد من هنا تبريد من هنا، راديتر اقوى في التبريد وتصفيح اسفل السيارة للحماية. طيب خلصنا من المقدمة، نرجع على الجوانب. كفرات عندنا مخصوصة للرمل 265 على 70 R 18، والمساعدات اللي تحت الجلد، الآن ندخل على التعديلات اللي تحت الجلد. المساعدات الأمامية والخلفية فيها خلوص أرضي أعلى، ارتفاع أعلى، وفيها مساعدات زي الـ F 150 شوية كمان الرابتر، مخصصة لعملية الأداء الرملي والوعر والشاق. الترانسفير كيس عندنا عمل علبة التحويل سرعتين، ديف لوك خلفي بشكل عام، هذه الأشياء المهمة في السيارة. وطبعا هتشوف كلمة تيمبرلاين. الجنوط جاي اللون الأسود عشان يعني تتحمل الخدوش الرمل البهدلة دي كلها. كلمة تيمبرلاين في الخلف شوية، اللون الأسود يعني شوية أحيانا أحس أنه حتى علامة فورد ما هي جايب اللون الأزرق، جايب اللون الأسود شوية نوعا ما،
سارة خالطة بين أسود على أبيض على كروم، فقد شوية قد تكون في بعض الأشياء غريبة في بعض الأشياء، لكن هذه مسألة ذوقية تختلف من شخص لآخر، ما هي مقياس. المقياس اللي بنتكلم عنه هنا تحت السيارة، تحت الجلد وفي أداها. الجير بوكس 10 سرعات، فمساعدات الأمور كلها في السيارة بصراحة رائعة. اللي حابب يخش رمل طعوس وحابب شركة فورد في هذه السيارة، وأنا بصراحة عجبتني كمان هنا عملية شوية إيش التطريز اللي عاملينه على الجنب، هو صغير كده شوية محفور حفر لكنه جميل. سيارة وبين المدينة وبين الغابات والصحراء والأمور هذه كلها، الخطوط سريعة، سيارة ماشية. هذا لا سعدكم التكييف على 20، شوف التكييف على 20 ما شاء الله بتنزل، يعني دوبي شغلت السيارة حطيت التكييف، هاي الحرارة التكييف هنا 20 جايب 11 شو بتنزل، شوفوا ما شاء الله كل ما لف نزول. أنا متأكد لو وديتها كمان كم ثانية على قناة نزلت لتسعة وأقل. فهذا الله يسعدكم بالنسبة لاختبار التكييف، شوف 10.3 كل ما لف تنزل. طيب 12.4 أبل كار بلاي، معلومات السيارة كاملة. أهم حاجة واحدة من الأشياء اللي عجبتني جدا عندكم الأوتو باركينج، طيب ممتاز، توقف السيارة مع ذا الحجم. لو واحد لسه شوية سواق يمكن يعني شوية ضعيف سواقة أو مبتدئ سيدة شوية أحد إيش ما كان، يعني الشخص راجل صغير لسه في السن بيبتدئ سواقة أو سيدة، طيب السيارة بذا الحجم ما شاء الله حاملة الطيارات بارجة حربية، فبيساعدك الأوتو باركينج. المهم اللي جربناه زي في البرونكو العملية الانعطاف في المناطق الوعرة، اهو هنا عندنا زر اللي هو يقفل لك واحد من الكفرات لما تلف السيارة فتلف مسافة اكثر. بصراحة انا شايفه انه على السيارة بهذا الطول بصراحة شايفها ميزة ممتازة. شركة فورد انا شايف عندهم هنا وفي البرونكو، ما شفته عند جماعة جي ام سي. جي ام سي ممكن يقول لك انا عندي 6200 سي سي او 5300 سي سي وتبتدي وعزم تنفس طبيعي رائع. هنا توين توربو 440 حصان، 690 نيوتن متر، 10 سرعات، تراجعه الخير، عزمه متفجر. وعمليه طلاسته والانعطاف المساعده في الانعطاف في الطرق الوعره، شايف شركه فورد يعني اكسلت، ابدعت كده زي ما يقولوا تالقت شركه فورد. عندنا الكاميرات اي ما شاء الله، وزي ما قلنا 12.4 الانش، فعندنا مسافه ما شاء الله، عندنا شاشه كبيره. وشوف التكييف، عندي فضول بينزل ومشغل التكييف حق الكرسي كمان اللي حابب تكييف المقاعد كمان. طيب المكيف خلفي للمصور، فمسكين المصور خليني نبرد عليه شويه، مسكين الراجل انا عارف حقيقة لك الله اقول شلون. طيب حاجه ثانيه عندنا هنا ثلاجه موجوده لتبريد المشروبات، اذا حد حابب ياخذ معاه مويه طالع بر طالع شيء زي كذا، في عندنا تبريد هنا، فشيء جدا رائع. طبعا عاملين لكم كمان غير قلنا الشبكه الامامي واللمبات علامه السي، في عندنا هنا درج اضافي كمان موجود، طيب غير الدرج اللي تحت. في هنا كمان بشوف اذا موجود فيها عمليه الايرباج، يعني عندك كمان فتحه سك بانوراما. انا عن نوع ما اشوف السيارات الدفع الرباعي للمناطق الوعره لا تتناسب مع فتحه السقف البانوراما، يعني تبغى بانوراما يكون سواقتك ناعمه وعلى اسفلت وتبغى تتدلع والدنيا حلوه والدنيا بامبي، فالبانوراما رائع. لا والله حس انا حروح انط بالسياره وطعوس وحفقع مساعدات وحكسر الدنيا، هذه السياره كده. بس البانوراما ما هي ماشيه يعني زي يقولوا هاند ان هاند، ما هي ماشيه الاثنين مع بعض. انا لو في بدون فتحه سقف يكون احسن، لانه في تويستنج، في الالتواء حق البودي اللي بيحصل التوريجنال تويست نوعا ما بيتناقض شويه مع فتحه السقف. فاعتقد اللي ياخذ السياره هذه عاملين حسابهم شركة فورد انه حيطلع طعوس، حيطلع رمل، حيمشي فيها، حيخش مناطق مثلا وعرة شوية، بس يعني يكون سنسبل، يكون منطقي، يكون عقلاني، مو والله ادعس واتكي وفقع الدنيا وكسر الدنيا، وقتها هو ايش حيدفع من كيسه الفرق. لكنه تبغاها فخامة فيه وتبغاها مناطق وعرة فيه. عن نفسي انا ما احب اللون الاسود الداخلي، بس طبعا هذا مسألة ذوق شخصية تختلف من شخص لاخر. عندنا تخريم الكراسي ما شاء الله موجود في جميع الاتجاهات، وتبريد الكراسي كمان موجود. فشايف شركة فورد أبدعت في العزم في الأحصنة وفي حكاية الالتفاف الجانبي هذا، المساعدة للالتفاف، صراحة شايفهم أبدعوا مقارنة بالمنافسين، يعني عاملين شغل صراحة رائع في السيارة. وضعيات كلها الكاميرات،
ايوه هنا كمان حتى هذا التوخك الخطاف حق السحب كاميرا هنا، وفي اليسار في عمليه التحكم في الازارير برضو حقه السحب، وعندنا هنا الدف لوك الخلفي موجود، أنظمة المساعدة أو التحكم في وضعية الدفع الرباعي، كفرين سرعة عالية، 4 كفرات أوتوماتيك، 4 كفرات سرعة عالية، 4 كفرات سرعة منخفضة للتغريز، والدف لوك موجود عندنا هنا. خلينا نلعب شوية في الأزارير لأنه حدا ما ينفع يشوف أزارير قدامه كثير وما يقعد يلعب فيها. فهذا الله يسعدك، يشوف حتى هنا مقطورة، شو كنت أقول لكم مقطورة نشطة، ما من إضافة مقطورة، والأبل كار بلاي يعني، وشاحن الجوال كله موجود، فصل التحكم في التماسك موجود. انا يمكن بس حابب اشوف اتاكد من شركه فورد اذا قدرت اشوف اذا عندهم زر لتعطيل الايرباجات، فهذا كمان يكون شيء ممتاز للي حابب يطلع طعوس شرسه كده شويه وجامده شويه. هذه بس نقطه، لكنه بصراحه ابدعوا على طول السياره هذه، عامل شغل فيها جبار. السرعة ما شاء الله 165.6، يعني شفت أنا حتى قدام ما شاء الله سارة جبارة، من 0 ل 100 يا جماعة الخير 5.86، يعني أقل من 6 ثواني، جابتها في 100 متر، ومن 0 ل 60 2.72 في 28 ثانية. بصراحة أداء السيارة كان طيارة، السعر طبعا الأداء هذا مع فرق الفئة كان مقارب جدا لسعر آخر جيب جربته توين توربو، كان جيب الليكزس. وهنا ما شاء الله تبارك الله تقريبا تماثلوا، والتسارع الفرملة، شوفوا الفرامل المتقاربين، لكن أظن فرامل إكسبيديشن كانت برضو هنا أفضل، وفي التسارع أظنها كانت أفضل. فالسيارة بصراحة رائعة، وخصوصا مع فرق السعر بين السيارتين، أنا بتكلم إنه فرق بين 2 سيارتين دفع رباعي، 2 وزن ثقيل، ولا 2 6 سلندر توين توربو. نسبة الإزعاج 64.9 64.2، هذا نسبة الإزعاج. تبغى مساعد على المسار، خروج من المسار، كله موجود، مناطق عمياء موجودة، سيفتي موجودة، كل الدلع مع القوة ما شاء الله، الأداء الجبار كله موجود. الحاجة الوحيدة الله يسعدكم اللي حابب إنه والله حسن أبطلع الرمل، أبى أروح أشوف حلالي، أبطلع أوف رودينج، وأبغاها 3 صفر ركاب، فأعتقد هذا رد شركة فورد على المنافسين، إن كان الـ AT4، إن كان الجراند واغونير، إن كان السيكويا، أي سيارة من سيارات الحجم الكبير 3 صفر ركاب فموجودة عندنا هنا. هنا 1 دفلوك، كنت أتمنى يكون فيها 2 دفلوك كمان، كان حيكون شيء جدا رائع، لكن بصراحة السيارة ذكية جدا، فيها كل مواصفات، طبعا مبرد الإضافي، الحماية الإضافية، رفعت السيارة، الجراوند كليرنس، الخلوص الأرضي، خلى السيارة تعدي مناطق أول كانت تحك، الآن لا، تمر فيها بشكل أفضل، وطبعا مع كمان مع التبريد، الثلاجة الداخلية كلها ما شاء الله ما يزال. شكرا لشركة الناغية، وكيل في المنطقة الغربية، طبعا المنطقة الغربية هنا تقسيم طولي، فهي تشمل من حدود المملكة مع في الشمال مع الأردن إلى حدود المملكة في الجنوب مع اليمن، فما شاء الله كل شيء فيها سارة رائع. شكرا للناغي وشكرا لشركة فورد، وحنحط لكم طبعا الأسعار والصيانة وتفاصيل كاملة، ونتمنى إن شاء الله تكون يا ربنا سبتكم التجربة، ولتجارب تانية كثير، ونراكم على خير. شكرا لكم.